اشترك في قناة قصة حياة وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولا بأول. واحدة من أنجح وأجمل الممثلات في مصر، حققت نجاحات كبيرة خلال مسيرتها الفنية، ولا تزال حتى اليوم تزداد جمالاً وتألقاً في أعمالها. أنتم تشاهدون قناة قصة حياة على يوتيوب، وهذه هي قصة حياة الفنانة نرمين الفقي. هي نرمين محمد لبيب عبد الرزاق الفقي، ولدت في مدينة الإسكندرية في 21 من شهر حزيران يونيو من عام 1972. حين كانت صغيرة انفصل والداها، فتولت والدتها أمر تربيتها والعناية بها. درست نرمين في مدرسة فيكتوريا كوليدج، وهي أهم المدارس في مصر، وبعد ذلك سجلت في كلية التجارة في الإسكندرية، إلا أنها لم تعمل يوما في مجال دراستها. في أحد الأيام شاهدها المخرج طلعت يوحنا مع أسرتها صدفة، واقترح عليها المشاركة في تصوير بعض الإعلانات، وبالفعل أصبحت نرمين الفقي وجها إعلانيا مشهورا خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي. بعد عملها في مجال الإعلانات، عملت نرمين كموديل أو ممثلة في الأغاني المصورة على طريقة الفيديو كليب، وكان من أهم مشاركاتها أغنية أولي مع المطرب محمد فؤاد، كما شاركت في فيديو كليب اتمنيت مع الفنان أحمد الحجار. في عام 1995 عرض عليها الممثل أحمد بدير المشاركة في مسرحيته دستور يا أسيادنا، ولسوء حظ نرمين فقد كانت المسرحية ناقدة بشكل ساخر، وتسببت في دخولها للمحكمة بعد أن اتهم فريق العمل بالسخرية من رئيس الجمهورية وزوجته. بعد تجربتها الأولى في المسرح، قدمت مسرحية مع سمير غانم بعنوان أنا ومراتي مونيكا، إلا أن الانطلاقة الفنية الحقيقية لنرمين الفقي كانت من خلال مسلسل حياة الجوهري مع مصطفى فهمي ويسرى. بعد ذلك بدأت عروض الأعمال التلفزيونية تنهال عليها، فشاركت في عدة مسلسلات مهمة، كان منها مسلسل أسير بلا قيود، الوجه الآخر من القمر، أحلام العمر، رجل على الحافة، والإمام الغزالي. أما في السينما فلم يكن لنرمين الفقي رصيدا كبيرا من الأفلام، حيث شاركت في بعض الأعمال السينمائية مثل فيلم دكتور سيليكون، فيلم اللقاء الثاني، وفيلم فل الفل. في خلاف ليس الأول من نوعه بين الفنانات، نشبت مشكلة بين نرمين الفقي وزميلتها مريم فخر الدين، فبعد أن قامت الأخيرة بتجسيد شخصية الأميرة إنجي في فيلم رد قلبي، قامت نرمين الفقي بتجسيد الشخصية نفسها في مسلسل يحمل الاسم ذاته، الأمر الذي أثار غضب مريم فخر الدين ودفعها للقول بأن نرمين لا تصلح لأداء هذا الدور بأي شكل من الأشكال. لقد حازت نرمين الفقي على جائزة أفضل ممثلة، وذلك عن دورها في مسلسل الليل وآخره، حيث قامت بدور البطولة إلى جانب الممثل يحيى الفخراني، ويذكر أن هذا المسلسل قد سلط عليها أضواء الشهرة والنجومية أكثر فأكثر. في عام 2010 تبينت إصابة والدة نرمين الفقي بورم حميد في دماغها، الأمر الذي أجبر نجمتنا على الغياب عن الساحة الفنية لأربع سنوات متواصلة،
فبعد استئصال الورم تفرغت للعناية بوالدتها والاهتمام بها. وبعد غيابها لأربع سنوات عادت الفقي من خلال مسلسل جبل الحلال في عام 2014، وقالت نرمين بأنها وافقت على العمل دون أن تفكر في الأجر الذي ستأخذه، فقد كانت في قمة السعادة لأنها ستقف أمام قامة التمثيل محمود عبد العزيز. بعد ذلك غابت لفترة طويلة لتعاود الظهور مجددا في مسلسل أبو العروسة. تمكنت نرمين الفقي من تحقيق نجاح مبهر في هذا العمل، كما سرقت الأنظار نحو أناقتها وجمالها وإطلالتها الساحرة، ولم تبدو عليها أي علامات تقدم في السن. غابت نرمين الفقي مرة أخرى عن الوسط الفني، وذلك بعد وفاة والدتها، إلا أنها عادت لتمارس مهنتها من جديد بعد أن استجمعت قواها. إن أول حب في حياة نرمين الفقي كان في مرحلة المراهقة، حيث كانت معجبة بابن الجيران، وكانت تستغل غياب والدتها عن المنزل كي تتحدث معه من خلال الهاتف الثابت. لكن بعد أن كبرت نرمين ونضجت مشاعرها، تحولت تلك العلاقة إلى صداقة تجمعها بذلك الشاب حتى هذا اليوم. بالرغم من جمال نرمين وأنوثتها، إلا أنها لم تتزوج أبدا، وقد علقت على هذا الموضوع قائلة بأن الوحدة ليست بالأمر السهل، وأن انشغالها بالعمل منعها من الزواج وتكوين أسرة، لكنها تعوض ذلك بممارسة الرياضة والسفر من وقت لآخر. منذ سنوات انتشرت شائعات حول زواج نرمين الفقي من الممثل فاروق الفيشاوي، إلا أنها نفت هذا الخبر خلال لقاء صحفي، وقالت بأنها كانت ستفتخر بهذا الزواج لو أنه كان حقيقيا. في عام 2018 قام مواطن سعودي بالادعاء على نرمين الفقي، حيث اتهمها بسرقة مبلغ قدره 20 مليون جنيه، وقال بأنها أخذت منه فيلا وبعض المجوهرات بعد أن وعدته بالزواج. وعلى الرغم من أنه قدم إيصالات بنكية للمحكمة كي يثبت أقواله، إلا أن نرمين الفقي أثبتت براءتها الكاملة من التهمة. لا تزال نرمين الفقي حتى اليوم بكامل رشاقتها وجمالها وأناقتها، حتى أنها تثير الجدل أحياناً بما تنشره من صور جريئة لها على مواقع التواصل الاجتماعي. وبالرغم من ذلك تبقى نجمتنا صاحبة جمال وموهبة لا يستهان بهما.